Dia de fête. Je pense qu'on peut applaudir ce championnat d'Europe qui va démarrer dans quelques instants ici même à l'hôtel américain de Casablanca pour la première fois au Maroc a lieu le championnat de américain. Je rappelle اللي هي برأس بطولة أوروبا هتجمع بين القنديلي سمير من المغرب والبلجيكي فيلاني بول المستشهد الآن هو البلجيكي فيلاني بول 33 سنة 53 مقابلة دولية 22 انتصار هو حاليا يحمل لقب بطولة أوروبا في وزن 52 كيلوغرام وهذه المقابلة إذن هي برسم بطولة أوروبا الوزن الريشة المغربي القنديلي سمير أخ أصغر ديال القنديلي سمير 21 سنة 54 كيلو 400 أربعة ديال المقابلات، أربعة ديال الانتصارات، أربعة ديال الانتصارات بالضربة القاضية. الطول ديال القنديلي سمير هو متر وثلاثة وثمانين، بينما الطول ديال فيلاني بول هو متر وواحد وستين. إذا قلت بأنه الطول ديال كل لاعب غيكون عنده دور مهم في هذه المباراة. متر وثلاثة وثمانين بالنسبة لسمير، وهذا الطول غادي يساعده كثيرا في هذه المقابلة. بينما فيلاني بول البلجيكي اللي هو حامل لقب بطولة أوروبا في هذا الوزن فهو تبلغ من طول متر واحد وستين تشاهدوا الآن هو فيلاني بول من بلجيكا القنديلي سمير أخ أصغر ديال القنديلي خالد بطل العالم في وزن الريشة إذن فيلاني بول تنشاهدوا الآن لاحظوا طول أطول القنديلي سمير أطول من فيلاني بول وتنعرفوا الدور ديال الطول في رياضة الكاراتي تساعد كثير بصفة خاصة في الضربات المطرقية إذن طلقت المقابلة أربعة ديال المقابلات، أربعة ديال الانتصارات، أربعة ديال الانتصارات بالضربة القاضية، نتمنى أن تكون هذا الانتصار الخامس بالضربة القاضية كذلك بالنسبة للقنديلي سمير. 21 سنة يعني تنتظروا مستقبل زاهر في هذا المجال. لاحظوا أنه أيضا لاحظوا الطريقة باش تلعب القنديلي سمير. آخر ملاكمة مقاومة مقاومة ديال فيلاني بول البلجيكي يعني المقاومة ومعين استعداده باش يكون بطل أوروبا اللي عنده تجربة في هذا الميدان نلاحظوا ان فيلاني بول تلقى صعوبة باش يوصل للوجه ديال القنديلي سمير ايضا كذلك القنديلي سمير يعني يلاكم ببراعه نوجه لكم ممتازه حسب الاخ ديالو خالد قال لك ان الاخ ديالو هذا ينتظر له مستقبل زاهر في الفول كونتاكت انتهت الجولة الأولى وذكر الدار الكرام للتحقوا بنا الآن أن هذه الرياضة تجمع بين الملاكمة الإنجليزية والكاراتي هذه الرياضة يسمح فيها بتوجيه اللكمات للخصم
فوق الحزام يمنع من ان كليا ضرب في الساقين، لكن يسمح ما يعرف بعمل التشطيب اي ضرب في اسفل القدم. نشاهد اعاده الان من هذه اللحظات الاخيره من الجوله الاولى، المباراه ايضا غدور في عشرات ديال الجولات لانها مباراه رسميه برسم بطوله اوروبا. عشرة ديال الجولات اذا غدور المقابله لمده ديال كل جوله جوج ديال الدقائق. لاحظنا انه ممتاز كذلك البلجيكي فيلاني بول التي بحث عن انهاء السلسله ديال الضربات بالرجل، ولكن الملاكم ممتاز ايضا خارج لحظه ايضا بدوره توجيه الضربات بالرجل باش ينهي السلسله ديال توجيه الضربات بالرجل. وكأن هذه اول تظاهره خلالها تنتعرف على هذا النوع من الملاكمه اللي تتعرف بالملاكمه الامريكيه او الفول كونتاكت. ممتاز اقلاع جوج المرات اليسرى حد التجاوب كبير بين الجمهور. كانت عملية ممتازة ديال تجاوب كبير بين الجمهور الحاضر هنا مع هاد العروض المقدمة من البطل سمير القنديلي. لكن سمير تتقصد تجربة على ما اعتقد عنده فقط 4 ديال المقابلات، بينما الخصم ديالو عنده 45 مقابلة والسن كذلك 21 سنة الخصم 33 سنة. عندك شي ملاحظة العربي؟ انه القنديلي كيمتاز بالضربات. ما هذه العملية هذه؟ العملية انت نتمنى اننا نعقل عليها. نشاهدوا الان هذه العملية الأخيرة اللي كان ممكن الأخ المدني الطريقة يعني دار وتم وجه الكمة للوجه ديال الخصم يعرف ب باك فيست بالإنجليزية. نشاهدوا من بعد هذه العملية اللي كان ممكن الضربة ديال الباك فيست اللي كان استعمل القنديلي سمير للخصم ديالو فيلاني بول. لاحظنا الان حركة دائرية يعني تعرف بالباك فيست، كانت اخر محاولة من طرف القنديلي سمير تنشاهدوا الان. 21 سنة شاب ينتظر لمستقبل زاهر في هذا المجال. عندك شي ملاحظات العرب؟ ملاحظة هو انه القنديلي كيمتاز واحد القامة اللي هي كد كانت اخر مرحلة. اذا انطلقت الان الجولة دائما تلاحظوا ان كل ملاكم يحاول ينهي السلسلة ديال الضربات بالرجل المخصصة له، ولذلك تبقى يعني تخلص من هذه العقدة اللي بغينا، لانه العقدة بحقيقة اللي لا منهمش كد يكون عنده واحد نقاط ضائعة في الجولة. بالمطرقة من طرف سمير يعني لاحظتوا انه تمكن من ضرب الخصم ديالو من فوق الرأس، وهذه راه صعيبة جدا. خص القنديلي ينهي الضربات بالطريقة الأولى باش يمكن يتفرغ للضربات بالطريقة. كما عرفنا على أنه القنديلي كيدرب فرنسا وكيعمل الملاكمة الفرنسية، كنظن على أنه عنده فيها بعض البطولات كما كتشوفوا
الاقلاع ولا الضربات المستقيمه اللي كيضرب كانه ملاكم يعني ممتاز كيدخلهم يعني ما تفكرش تجلبوا لعندكم وانا كانت واحد المحادثات بالاخ ديالو انا متبعينه دابا في فرنسا انه كيعمل البطوله اثنين ملاكمه الانجليزيه وهاد الكونتاكت حكم ديال هذه المقابلة هو ألبان الجولة انتهت الجولة الثالثة لاحظتوا الطريقة ديال المطرقة اللي استعمل بالرجل ديالو القنديلي سمير يعني تترهب هاد الضربة هادي تنشاهدوا إحدى المحاولات في هذه الجولة لاحظتوا هنا ضربة من الخارج يعني تتسمى ضربة خارجية برجل كاين ضربة عن طريق مطرقة اللي شاهدنا الآن نزل عليها من السماء يعني الجولة الثالثة ما عرفتش الضربة القاضية نتبعوا إذا هذه المقابلة ولكن لا ننسى أن فيلاني بول عنده تجربة كبيرة أولا 33 سنة 53 45 مقابلة دولية 28 انتصار وهو بطل أوروبا حاليا لوزن 52 هذا السيح ما لأنه بول كيحاول ينهي ضربات برجل يعني بسرعة باش يمكن له يعني تلافى ضربات لكمات باليد ديال القنديل شوف الخطة اللي معطيها لي هو أنه واقي في هذه الجولات كلهم هو الأول اللي كاينين ضربات باش يمكن له يراوغ الضربات هذه الطريقة اللي معطيها لي وإنما كنظن أنه هو غادي يكون امتياز عن القنديل إلى 10 جولات كاين تخسر جولات خسر ضربات 10 جولات كتعطي امتياز للإنسان اللي كيلاكم أكثر بيضا يعني الرجل في الجولات الاولى كنعطي ولكن في الجولات الاخرى غتشوف على الملاكمه الانجليزيه غتعطي القنديلي لانه هو كان معروف الاختصاص ديالو هو في الملاكمه الانجليزيه قبل كل شيء ها الان اليمنى قويه ثم كتشوفوا الضربات يعني كيعطيهم كانه ملاكم ممتاز ملاكم الان القنديلي حاول حتى هو بدا كينهي الضربات ديالو الرجل في الدقائق الاولى باش يتفرغ للكمات بيد بين اخرى محاولة الاندفاع من فيلاني تعطيش نتيجه توصل شنو الوجه ديالو القانون ما ساعدهاش القانون كيحاول لك مع البعد والبلجيكي كيحاول لك مع القرب لانه هو قصير القامه خصو باش يسجل الضربه ديالو خصو يكون لك مع القرب او انتهاء الجوله الرابعه Donc je vous rappelle que les primes sont offertes par la victoire. Également, شاهدوا الآن إعادة لاحظ الآن محاولات من الملاكمين فيلاني بول والقنديلي سمير القنديلي سمير من المغرب تلاحظوا بين الفينة والأخرى اندفاع ديال فيلاني بول يعني تحاول يندافع إلى الأمام باش يوصل للوجه ديال القنديلي سمير هنا رد فعل ديال لاحظنا انه القنديلي سمير رد فعل سريع وايضا تيحاول يتفادى اللكمات هنا بالرجل ديالو لاحظوا من خلال الحركات ديال الوجه ديالو انه تيحاول يتفادى الضربات ديال الخصم بالفعل حتى الساعه كان ناجح من خلال العرض اللي تبنا الان نجح في جميع المحاولات الجوله الخامسه إذن الجولة الخامسة الآن
نفس الملاحظه دائما البلجيكي تيحاول ينهي السلسله ديال الضربات في اقرب وقت ممكن. انذار من او ضربة خطيرة هذه من سمير الكنعاني يعني تفادى المفاجأة. غادي الضربات امامه الان. انذار للقنديلي سمير. ليقلب الدنيا غيكون عنده دور مهم في هذه المباراة لأنه غدور في 10 ديال الجولات. الآن في النصف الأول منه. رسم بطولة أوروبا انهى السلسلة ديالو. لك ما وجه الان فيلانيل سمير في هذه اللحظات. اعتقد ان هذه الجوله كانت امتياز لفيلاني العربي. ايه كان الدفاع ديال البلجيكي كنظن انه عنده امتياز. كما قلت لك السي الاحمر هنايا كاين ثلاثه ديال القضاة اللي كيسيروا اللي كينقتوا اللي عندي كامل التنقيط اللي كيشرفوا على التنقيط. وانما في كل جوله النقاط كتفعل واحد القاضي اللي هو رئيسي اللي كيجمع النقاط ديال الجولات اللي فاتت. ومدير ديال الحلبه اللي هو ما كاتش النقاط يلا كيسير اسمه. لكن بحقه يعطي الانذارات كما هو الشان بالنسبه للحكام في الملاكمه الانجليزيه. بحقه يعطي الانذارات كما في حق القضاة على ما سمعت انا لان كان واحد يعني ذكرت مع واحد القاضي اللي هو كيعمل في جانب الحلبه انه حتى القاضي تا هو يمكن لي وضع واحد الانذار. إذن انطلقت الآن جولة سادسة. أعتقد أن العملية غير مسموح لها لهذا اللي وجه الحكم وجه إنذار الفيلاني. العملية غير مسموح لها. إذن كل لاعب عنده إنذار الآن. دورة ممتازة للقنديلي سمير. المدرب دائما في نادي انه هناك جوج ديال الضربات في الرجل ستبقى ولكن انهى الان السلسله. القنديلي سمير انه تتلعب دور في نادي زي عملية إقلاع بالنسبة للقنديلي سمير. عملية إقلاع ممتازة لاحظناها الآن وجهها سمير للفيلاني في هذه اللحظات الأخيرة من هذه الجولة السادسة.
ولكن لاحظوا ايضا هنا الطريقه باش طريقه المطرقه كان القنديلي ايضا دار العمليه باك فيرست ضربه عن طريق الدائريه ثم ايضا كان وجه ضربه عن طريق الاقلاع اذا كل شيء تقريبا ما يعرف بالملاكمه والكاراتيه والتيكوندو شاهدناه في هذه المباراه هذه اذا عرض ممتاز من طرف القنديلي سمير في هذه المباراه ما كانت نتيجة في القنديلي سمير بين على الان على انه يعني من المنتظر باش يكون الدوره الدائريه اللي جات من جهه ديال الخصم ديالو الجولة السابعة الآن ولكن امام صغار ضربات اخرى بالنسبه ل عمليه باك فيست بالنسبه ل فيلان بول سمير ولكن مقاومه كبيره امام صغار ضربات اخرى لسمير مساعدة ضربات قصيرة أولا خلال الجولة بدأ أنه سمير باش نتيجة سمير جاي لورا خمسة ضربات أمام الآن خمسة منهم عملت إقلاع بعد الضربات سمير قول سمير في هذه الجولة أربعة ديال الضربات ناقصين بينما الآخر بقوله ضربة واحدة وكتبان أن هو الملاكمين بجوج ما استطاعوش ينفذوا ذوك الضربات اللي هما مقيدين بهم سمير بقات له أربعة ديال الضربات بالرجل والبلجيكي بقات له ضربة واحدة لأن هو في هذه الجولة هذه كلها خدموا فيها غير اللكمات باليد. لكن خفنا تخوفنا على الضربة القاضية ولكن مقاومة بالنسبة لسمير اللي قاوم واستطاع يتمم المباراة ينهي المباراة لهذه الجولة هذه. حقيقة خصو يبدا يلفد دوك الضربات ديالو في الوقت البداية باش يمكن له يكون عنده امتياز باللكمات باليد. بطل العالم في الكيك بوكسينغ ميلود قبلي شاهدنا قبل لحظات حاولي له السلسله ديال الضربات برجل في اقرب وقت بالنسبه ل بالنسبه لسمير هذه الضربات امامه ثلاثة الان جوج والعمليه ديال الضرب بالرجل راه ماشي سهله العربي ماشي سهله القنديلي لان هو الملاكم البلجيكي ما كيخليش له المجال ما يخليش له يعني شويه ديال الاتساع باش يمكن له يحط ضربه ولكن ها الان السلسله ديال الضرب بينما البلجيكي مازال ما سلامش لان هو يعني خداو واحد الانذارات من عند الحكم باش يبداو الضربات ديالهم لان اللي ما لهاش في الجوله هذه غادي يمكن له يتقصى لهذا تشوفوا منهم تقريبا في الدقيقه الاولى مازال عنده انهى
كندير معنا اقلاع عملت اقلاع ممتازه، محاوله رد فعل ولكن ما نجحتش بالنسبه للبيرامي. انذار ثاني تتوجه لسامي لانه لمس من مسك من اليد الخصم ديالو من اليد. لحظات اخيره من هذه الجوله حذاري من الضربه الدائريه حذاري. هي الجولة الثامنة الآن، جوج ديال الجولات أمام الملاكمين، الجولة التاسعة ما قبل الأخيرة الآن. كن حسن. وقعنا العملية ماشي سهلة، هذه الضربات باليد وبالرجلين تتخيلوا الآن. هلا سمير ضربات بالسلسلة ديال الضربات بالرجل ديالو، نفس الشيء بالنسبة للفيلمي. كان الآن يتخلصوا من هذه العقدة ديال ضربات بالرجل. مزيان القنديل سامي في القصر ديالو بحثا عن اسقاطه، ولكن مقاومة كبيرة من طرف فيلاني. تلاحظوا انه الدفاع بالنسبه لفيلاني في هذه المحاوله. حذاري من ضربة دائرية أو شيء من هذا القبيل، لأنه على إن تظهر على فيلاني وإن كان يقاوم أنه بدأت يظهر على شيء من العياء. ممتازة ضربة وانتهاء الجولة التاسعة. لاحظوا إعادة الآن، غنتبعوا بعض المراحل من هذه الجولة هذه للواقع أنه كانت مشوقة جدا. لاحظتوا عملت إقلاع ومجموعة من اللكمات، مجموعة من اللكمات وجه سمير الخصم ديالو في الوجه. هنا محاولة لما يعرف بالباك فيست وهي تكون مؤلمة جدا وتأتي مباشرة في الوجه. تنعرفوا الضربة خلف اليد تكون صعيبة جدا. آخر جولة في هذه المقابلة. سجل ضربات بالنسبة لأربعة ضربات الآن بالنسبة لسمير. يخصو أيضا ينهي هذه السلسلة الآن، ثلاثة ضربات. ينهي هذه السلسلة ديال الضربات بالرجل مبكرا بعد ذلك باش يبقى يتحكم في المقابلة بسهولة. بينما تلاحظوا ان العكس، فيلاني ما تيخليش الفرصه. نفس الشيء ثلاثه ديال الضربات بالنسبه للخصم. ها الان السلسله سمير. سمير غادي يخلي المجال
لافيلا نيو غيخليه فقط غادي الاستضافة الان على النقاط اللي كسب في المراحل الاولى اعتقد كنظن على نوع من الامتياز كما كملت فيك عنده فعلات الملاكمه الجديده عندي ملي كاين الضربات ديالو بالرجل كيكون عنده واحد الامتياز بالملاكمه لكن حذاري من الضربه القاضيه حذاري ولكن كنظن انا انه هنا المقابله غتمشي للنهايه وعلى ما كيظهر لي انا حسب العفو انه قليل عنده واحد الامتياز ان عطى بعض الضربات كثيره في الجوات الاخرى باليد ديالو بالايدي ديالو كما شفتوا على انه القامه كتلعب شويه واحد الدور كبير عمليه اقلاع شفنا ها عمليه اقلاع عنده اقلاع ممتاز و هاي قايلة هذا الرياضة هذه كتحس يكون فيها جوج ديال انتهى الان هذه المباراة ننتظر ان النتيجة النهائية من رابطة القيادة السعيدة للتابعين Je remercie également de sa présence M. Benkassed, le préfet de Casablanca, M. Ali, PDG du Riyad Salem et M. Bouchetou, président de الان سيدي السادة غنتعرفوا على النتيجة ديال هاد المقابلة بعد عملية حساب فوصلنا الى النتيجة النهائية ان القنديلي سمير فاز بالنقط ولكنه يخسر هاد المقابلة لانه في الجولة على ما اعتقد الرابعة او الخامسة ما كانش نهى العدد ديال الضربات بالرجل والشيء اللي خلى لجنة التحكيم تعطي فيلاني بول كيف ما كانت النتيجة إذا فالقنديلي سمير بين خلال هذه المقابلة على إمكانيات عالية إمكانيات عالية إذا ومستوى عالي في هذه الرياضة على ان باسمكم تنهني القنديلي سمير على هذا العرض الجيد اللي قدم هنا امام الجمهور المغربي وان انهزم في هذه المقابله بقرار من لجنه التحكيم وان كان فاز بالنقاط اذا شامبيون اوروب ديبروكيت اي اس كا فيلاني J'espère que vous avez passé une belle soirée, que ce ne sera pas la dernière ici au Riyad Salem, le Méridien de Casablanca. Maintenant, nous vous souhaitons une bonne nuit, nous vous disons à bientôt et merci encore au Riyad Salem pour leur accueil.